التخطيط اللامركزية في السلطة. يأذنك في كلمة ألقاها خلال تجمع عقد اليوم في مركز المؤتمرات في مدينة يوسو بمقاطعة جنوب تشولا لرؤساء البلديات وحكام المقاطعات، حيث أكد أن الحكم الذاتي واللامركزية في السلطة يعتبران أمرا يعكس تجربة الشعب وروح عصرنا الحالي. وأضاف أن الحكم الذاتي واللامركزية في السلطة سيكونان قوة دفع جديدة لتحقيق النمو الوطني وتحقيق قفزة ثانية لمستوى معيشة عامة الشعب. افتتحت أمس الأربعاء في مركز المؤتمرات في مدينة تشانغوان بمقاطعة شمال كينسان الدورة السادسة عشرة لمؤتمر رجال الأعمال الكوريين في الخارج. وقال الرئيس الكوري في كلمة تهنئة ألقاها عبر الفيديو إن رجال الأعمال الكوريين في الخارج هم كوريين حقيقيون يوسعون الخريطة الاقتصادية الكورية لتشمل أرجاء مختلفة عن العالم. وأضاف أنهم شاركوا بخبراتهم التي اكتسبوها خلال ممارسة أنشطتهم في الخارج مع الشركات الكورية لتسهيل تقديمها إلى السوق العالمية. قالت رئاسة كوريا الجنوبية إنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة قاعدة كامب هامفري العسكرية الأمريكية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية مطلع الشهر القادم. وقال مسؤول رئاسي للصحفيين ان الرئاسه الكوريه نقلت الى الولايات المتحده رغبتها في ان يقف ترامب على كيفيه عمل القاعده الامريكيه، مشيرا الى ان القاعده اعيد بناؤها حديثا ويوجد فيها بعض افضل المرافق من بين القواعد الامريكيه حول العالم. واضاف المسؤول ان الرئاسه لم تتواصل بشان زياره ترامب للمنطقه موضوعه السلاح شديده القطبين الفاصله بين الكوريتين. قال إن الأمر متروك للبيت الأبيض ليقرر أين سيتوجه الرئيس الأمريكي. عبر وزير الخبراء والتجارة والمصرفية عن أمل الحكومة الكورية في المشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاتصال والتخطيط السعودي عادل بن محمد فقيه في سيول اليوم، حيث تبادل الوزيران الآراء حول سبل زيادة التعاون المشترك في تنفيذ ذلك المشروع. يشار إلى أن الحكومة السعودية تخطط لبناء محطتين نوويتين تصل طاقة كل منهما إلى 2.8 جيجاوات حتى عام 2030، وتطوير المفاعلات النووية صغيرة الحجم وتنمية صناعة الطاقة النووية. وقال الوزير الكوري إن كوريا لديها خبرات كافية اكتسبتها خلال الأربعين عاما الماضية وأثبتت قدراتها الفائقة على بناء محطات نووية وتشغيلها داخل وخارج البلاد. عينت لجنة